درات للشاب 16/3/2013 تم وبأمن الله تحرير سرية الهجان الثانية الواقع شرق بلدة تل الشاب وسيطر عليها بشكل كامل على يد أبطال لواء المعتز بالله ولواء فجر الإسلام. الله أكبر والعزة لله. من إنجازات 18 آذار من إنجازات إيد الثورة تحرير سرية الهجان الثاني الواقع على الحدود السورية الأردنية في منطقة تل الشاب. والآن جاءتنا أخبار من المنطقة الشرقية بتحرير الكتيبة 99 في بلدة نعيمة. الله أكبر والعزة لله.